السلام عليكم لزامي، صباح الخير، وش راكم؟ صافا. اليوم راح نحكي لكم واحد الحكايه تاع واحده فاميلتي سوفرت بزاف بزاف مسكينه. ما من صغرها ملي زادت وهي تسوفري، ودوكا هي شيبانيه، قدروا تقولوا شيبانيه، راهي في الخمسينات مع عمرها في الحقيقه، مازال مسكينه ما، ولكن كي سوفرات كبرها الهم وكبرتها الميزانيه والمشاكل والضغوطات والحياه التعيشه كما نقدروا نقولوا. وهي هي مسكينة سوفرات من صغرها، يعني من اللي زادت توفت يمها الله يرحمها، وباباهم شغل ما حنش فيهم، شغل عيشهم. انا شت خاوتها زعما داك الوقت، وكاع كي كنت صغيرة كنت نروح خاوتها يمشوا بالحفا، عمري ولا حياتي شت دارهم ولا خاوتها عندهم بلايغ ولا شناقل كيما نقولوا ولا صبابط حاجاكم، توجور مساكين يمشوا بالحفا، توجور لا ميزير، توجور ما. انا كانت جداتي كانت تدي لهم زعما هكا، دي فوا تشري لهم لبسات، دي فوا تشري لهم قش العيد، دي فوا. انا تاني جداتي وانا عائلتي، وحنا اصلا حنا تاني فقراء، يعني ما عندناش الغالب. سما مي كيما نقولوا كانوا يتفكروهم، كانوا عمامي هكا ولا يتفكروهم هكا بهذيك الحاجه البسيطه على قد ما قدروا. لا غالب، هذا هو الشعب الجزائري. ليسونسيال هي مسكينه دوكا يتسوفري. انا حاجه بغيت نسقسيكم عليها، وبغيت نلقى ناس صح يعرفوا يجاوبوني، باسكو راهي غيضتني بزاف بزاف، وني باغيت لها او موا دوكا شويه كيما نقولوا تريح في حياتها، او موا شويه تعيش ايامات زعما نقولوا حنايا لاباس بيها، ما تخممش من هذه الناحيه على الاقل. انا حبيت نسقسي على السكنات في وهران، كيفاش راهم يقسموهم، كيفاش راهم يمدوهم، كيفاش، باسكو هي دافعه دوسي على حسب ما قالت لي هي. خاطر انا كل خطره نسقسيها نقولها اسكو راكي دافعه دوسي، اسكو راكي. وكاين واحد الوقت في وهران يخدم في الجيش، زعما قال لها نعاونك، وكاع هي كانت واقله في البلديه وهضرت، وواحد سمعها وقال لها نبعتك عند واحد وبلاك يعاونك وبلاك ليسونسيال. هي كي راحت لهاد الواحد وكاع شغل نحسو غي يفوت بها في الوقت، ما عاونها ما والو، مسكينه غي سقت فيها وصاي. قابط لها غي الو وانت نجمو نتلاقى وباش نفهمك وباش نوريك وباش ومنه ومنه. هي قالت لي زعما كان قادر يلي قال لي الدوسي ولا يوجهني ولا يفهمني كيفاش ندير بلا ما زعما نروح ونتلاقى ويتشرط ويفوت في الوقت. هو خدام في الجيش ومتقاعد وقيل هكا. المهم هي مسكينه مريضه هاد المراه، وفات عليها بيس على رجلها مسكينه، مي مازال هي تمشي وكاع، وعندها مشكل تاع الاستوما تعاني منه. المهم هي تخدم، ايماجينو تروح ديبلاسي واحد الزوج سوايع هكا، ولا تخدم عند واحد لافامي، واحد العائله لبس بيهم لدرجه هما الله يعطيهم الله يرزقهم، لدرجه انهم في العيد ولا في العياد يدبحوا 6 كباش. ايماجينو نتوما هذاك الراس وال البوزلوف والدوار، هذوك الصوالح كامل يمدوهم وياكلوا غير الهبره، وهذوك الصوالح هما الله يزيدهم الله يرزقهم. ولكن هي مسكينه تخدم يعني تقريبا تخدم يوميا، ودي فوا تخدم نهار بنهار، تخدم مسكينه تقضي كلش. وتاني الا كان عندهم حاجه كيما نقولوا تاع صنيع، يعني تاع خدمه ولا حاجه خسرت بار اكزومبل، بون هما كعائله الحاجه كي تخسر يقيسوها، مي دي فوا فيهم اللي تقول لها لا هاكي روحي ديها لي للخدام، وغدوه كي تجي جايه ولا نهار اللي يخدمها ويجدها جيبيها لي. ايماجينو واحد الخطره ريشو مسكينه، داك الريشو ترفد، هي ما عندهاش، ترفدو من عند الصانع حتى للدار تاعها، ومن الدار تاعها حتى للصانع، وتركب في البيس بيه لافداتو ودايتولهم مسكينه هكا في يديها. انا والله خاطتني كي رحت عندها هاد الخطره هذه، مسكينه عطتني، قلت لي روحي شويه تفوتي، ما هي تسكن زعما في بلاصه فيها البحر وفيها في وهران، قلت لي روحي زعما شويه تفوتي ودي فولي وكاع، وانا نسكن بعيده على البحر بواحد 800 كيلو هكا. هيا رحت، والله غاضتني مسكينه، تخدم كاع ديك الخدمه وكاع داك التعب، وتخرج 7 تاع الصباح تولي حتى دي فوا 3 تاع العشيه ولا 4 تاع العشيه، ما عندهاش جلابه تبدل بيها. وشوفوا ما تبغيش ما تحكمش، انا واحده ما تحكمش عليا، والله يا لو كان بالسيف بالمحاوله والحليف،
باش تشد عليا ديك الزوج دوروب. انا ما عنديش، انا لو كان عندي والله غير نعاون. انا كنت دايره في بالي بكري كي يعطيني ربي ويرزقني، زعما قريت وكملت قلت انا كي نولي نخدم عطاني ربي شريت سكنه ولا ديها تعيش معايا. مي الله غالب دوك انا راني انا وياها رانا في كيف كي عندها تقريبا، انا نخلصو كيف كيف يا ودي. صح انا نخلصو كيف كيف. ايماجينو تخدم مسكينه قلت لكم من 7 تاع الصباح للثلاثة تاع العشية، تنقي تغسل تحط ترفد وكلش. عندها دوك الدار، عندها دوك الغاشي يخلصوها 1.5 مليون للشهر، وهي كارية شومبرا. شومبرا حالتها حالة، الشومبرا هذيك حاجاكم ترقد فيها وفيها تواليت حاجاكم وفيها الكوزينة، يعني دوش مكاش. هذاك تواليت دايرت له غير لي زهر، وكوزينة هذيك صغيرة كما تعرفوا. ايماجينو مسكينة تخلص الكرة 1.3 مليون، تخدم 1.5 مليون وتخلص الكرة 1.3 مليون، وديبلاسي كل يوم واحد زوج سبايع في الطريق. ايماجينو، ودي فوا يقولوا لها راكي روطار ومنا ومنا. مهم انا مسكينة هي راهي تعاني والله العظيم، وحاولت يعني حاولت اني نساعدها وتجور نطلب ربي نقول لها ربي ان شاء الله هاد الخطره يعطوها السكنه ام وترتاح من ناحيه السكنه. هي اصلا تقولها تقول انا لو كان عندي غير سكنه صاي، هذيك 1.5 مليون بزاف عليا، زعما نصرف على روحي باللي كان هو هاني نروح نخدم ونجي والله ما لك الحق. بس كي داروا لها لاسيرونس هي مسكينه فرحت. ايماجينو هاد الحوايج البسيطه هي فرحانه بها. الو انا والله غير خاطتني مسكينه والله غالب انا شغل طالع ليا الحال، باش كي بحكي ربي زعما يرزقني بكاش خدمه ولا يرزقني بكاش مصروف مسقم جوغ اوموا شويه نتهلا فيها. ولدها مازال صغير، بون ولدها 18 طون، ما فيها عمر 18 عام، بصح كو عارفين شغل درك الدراري تاع 18 عام وزاد ما قرالهاش. هي رايك شغل هي تلصق فيه في كل ما تجي حاجه تلصق وتلصق، زعما كيما تسنى مسكينه مركاتو باش يكاجي وراهي تسنى. قالت لي طلبي لي ربي ان شاء الله يقبلوه يكاجي. انا والله اليوم نط الصباح تفكرتها قلت والله انا عندي شان يوتيوب، عندي متابعين وعندي بالك ناس فيها الخير، بالك تقدروا توجهوها، بالك تقدروا تنصحوها، بالك تعطوا لها حل، والا بالدعاء فقط. ادعوا لها ربي ان شاء الله يا ربي رزقها سكنة فرج عليها. والله قلت لكم سوفرت من الصغر، من اللي حلت عينيها في هذا الدنيا 50 عام عشتها في هذا الدنيا. بون هي وقيل عندها 54 عام ولا 53 عام، هاكا 53 ولا 54 والله ما شفيت. بس كو راهي توجور تقول يعني قريب ندي لالوترات وراي فرحانة بسكينة. هي لالوترات على 55 عام. هلو بغيت نقول بحال الناس هاك اللي تعرف تعاون ولا تعرف مثلا توجه ولا كاين عفسه في لي دوسي هادو. باسكو انا ما نفهمش والله، ما نفهم في الورق وما شغلي عيو لي راسي. وهران وهران كبيرة، وهران لو بروبليم كي تروحوا لها تلقى واحد الناس يقول لك سهلة وانا نعاونك وانا ندير لك، ويهضر معك هاد الهضرة دروك. العشية كنت عاود تلقى معايا يقول لك انا قلت لك اكمل نيتك، انا ما انا نحل مشاكلي وانا ندير، وتم تم يبدلوا ريانهم مو حاجه الناس الملاح والحرار وكا. وكما قلت لكم الحياه ومصاريف الحياه شحال راهي، وهي قلت لكم مسكينه فيها ليستوما. بون كاين وين كي تروح هي الفارماسيانات، انا شفتهم تما مساكين كي يشوفوها هكا قليله تبان، شفتو جل الفقير والمهموم يجي باين الشبع ميزيليه يقولوا لها الحاجة صاي روحي وكي نوب عليك ربي روحي تخلصي في الحق، يعطوها الدواء مساكين. سورتو الشيلات، كاين واحد الشيلات ما شاء الله، الله يحفظكم منا نقول لهم الله يحفظكم الله ينوركم الله يعطيكم ما هي الضر اللي تدعي لكم. دائما تدعي تقول لي هذوك البنات الله يحمر وجوههم الله يزين سعدهم الله. وايماجينو كاع كيما هكا مسكينه ولا تبغيني تعيط لي تعرضني شغل هاد الخطره دارت لي عيد ميلادي نورمال مسكينه كردات الباتيسري. قلت لها لا بغيتي يا ربي ما تكرديش وروحت زعما باش نخلص، والله حلفت فيا. ايماجينو ليسونسيال والله نتمنى لها
نتمنى لها ربي يفرج عليها، وانا توجور دايرتها في قلبي والله العظيم. وان شاء الله الى ربي يفتح عليا بخدمه مباراه مقربة لك يعيطوا لي نخدم، والله العظيم توجور نديرها في الحساب، والله ما نقلعها من حسابي. انتوما الا قدرتوا كاش ما يعني توجهوها، ولا بالك عندكم كما نقولوا كاين مثلا نقولوا حنايا جمعيات ولا ناس خير ولا يوجهوا هذا الانسان اللي مسكين، تقدروا تقولوا مقطع من الشجره، باسكو هي كي سوفرات هذيك لا سوفرونس وتزوجت وطلقت ومن بعد كي عاودت تزوجت زوجها واحد وقيل غير بالفتاحة، وهذا اللي جابت معها الطفل كي ولدت هرب وخلاها، قال لها انا ما نتزوج باش نجيب الدراري نتزوج، وهي زوجها الاول طلقت باش تجيب الدراري، يعني الراجل الاول ما يجيبش الدراري مالوغوزمون، هي كانت باغيه تجيب دراري، جابت عين واحده راهي مسكينه، من جهة راهي فرحانة بيه ومن جهة راهي تاني خايفة عليه، وتقول دايما تقول لي أنا كي نغمض عيني هاد الغريان شكون بيه. بوي الله يسمح له، وسمح فيه وراح، وسمح فيها مسكينة، وهي والله غا سوفرات والله العظيم، وربي شاهدي لازلت ولا نقصت عليكم كلمة في هاد الاستواق هادي. أنا قابلتني دار وقلت والله نحكيها، وإلا كان الناس زعما فيهم الرحمة وفيهم الخير، والناس هاي تحب تعاون في الحق، تحب ما يعرفوش وين يعاونوا، ما يعرفوش وين تقدروا تعاونوها بلاك، يا لو كان بنصيحة يا لو كان بدعوة، وميرسي عليكم، بقاو على خير.